أنا ماهر نافع الشاهين ساكن شرق في الزن وقالوا لنا اخلوا خلينا يا عم فيش احنا بنشتغل في ناس بيطلعوا معي على الخط بشيكل بركب معي من شارع البحر للظهره بشيكل وفي بدفع 2 شيكل كمان والله بنشتغل على الكاره بشيكل بنحمل من شارع البحر للظهره لناصر لمستشفى ناصر بشيكل بنشتغل على الكاره طول اليوم بنضلنا نحمل بشيكل يا عم وضعنا صعب فيش سولر فيش بنزين يا عم فيش تنر حتى فيش حياة الوضع صعب طول اليوم نشتغل 30 شيكل نصرف نطعم أولادنا احنا شاردين من دورنا فيش عندي وسيلة مواصلة تاني غير انه اركب على الكارة هذه فيش بنزين فيش سولر فيش اي حاجة من معالم الحياة الحياة انتهت عنا في غزة رجعنا للعهد البدائي عايشين على شمعة بنخبز على الحطب بنمشي على الكرات الحياة انعدمت خالص عنا النادي اللي بلد عشان نجيب الأغراض الضرورية عشان نقدر نعيش وخاصة في عندي ناس